Hello everyone, welcome back to my channel. عنوان درس اليوم شرح كتاب ميجول 1 صفحة 68 وصفحة 69. أولا نفتح صفحة 68، عندنا number 1 listen and discuss. خلونا نخلي هذه الجزئية في الأخير ونبدأ بقراءة النص اللي عندنا. نقرأ أول صورة واللي موجود عندها السهم. Ouch! I got a shock. Ouch! لقد أصبت بصدمة كهربائية. So did I. وأنا أيضا. نقرأ المربع اللي عندنا هنا. They didn't turn off the electricity, so they got a shock. هم لم يوقفوا تشغيل الكهرباء، لذلك أصيبوا بصدمة كهربائية. Did you hurt yourself? هل أذيت نفسك؟ No, I'm okay. لا، أنا بخير. Because he was wearing a helmet and knee pads, he didn't hurt himself. لأنه كان يرتدي خوذة وأدوات حماية للركب، لم يؤذي نفسه. The driver wasn't injured. لم يصب السائق. Neither was his friend. ولا صديقه كذلك. They didn't hurt themselves because they were wearing seat belts. لم يقوموا بإيذاء أنفسهم لأنهم كانوا يضعون أحزمة الأمان. كيف قمت بجرح نفسك؟ I tried to open the can with a knife. لقد حاولت فتح العلبة بسكين. If you use the wrong equipment, you might hurt yourself. إذا كنت تستعمل المعدات الخاطئة قد تؤذي نفسك. نرجع للجزئية الأولى number 1 listen and discuss. In which pictures did the people hurt themselves? في أي الصور الآتية قام الناس بأذية أنفسهم؟ الإجابة بتكون هذه الصورتين اللي حولها دائرة. نيجي للسؤال الثاني. How can they prevent that from happening? كيف يمكنهم تجنب حدوث هذا؟ الإجابات: In the first picture, they can avoid hurting themselves by turning off the electricity. يمكنهم تجنب إيذاء أنفسهم في الصورة الأولى عبر إطفاء الكهرباء. In the second picture, she can avoid hurting herself by using the appropriate equipment to open the can. في الصورة الثانية، يمكنها تجنب إيذاء نفسها عبر استعمال الأدوات المناسبة لفتح العلبة. نيجي للسؤال الثالث. In which pictures were the people not hurt? في أي الصور لم يتأذى الناس؟ الإجابة بتكون هذه الصورتين اللي حولها دائرة. نيجي للسؤال الرابع والأخير. Why weren't they hurt? لماذا لم يتأذى الناس في الصور اللي حددناها سابقا؟ Because he wasn't wearing a helmet and knee pads, he didn't hurt himself. بالنسبة للصورة الأولى اللي فيها ولد يتزلج، لم يقم بأذية نفسه لأنه كان يرتدي خوذة ومعدات وقاية حول ركبتيه. بالنسبة للصورة الثانية، they didn't hurt themselves because they were wearing seat belts. لم يقوموا بأذية أنفسهم لأنهم كانوا يرتدون أحزمة الأمان. نفتح صفحة 69 ونقرأ النص الموجود عندنا. The most common causes of automobile crashes. أكثر الأسباب شيوعاً لوقوع حوادث السيارات. An average of 20 Saudi Arabian residents die on the country's roads each day. يموت ما معدل 20 من سكان المملكة العربية السعودية على طرق الدولة كل يوم. According to a report by the Saudi General Directorate of Traffic, approximately 1.35 million people die each year on the world's roads, or one person every 25 seconds. وفقا لتقرير من الإدارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية، يموت ما يقارب من 1.35 مليون شخص كل عام على طرق العالم، أو شخص واحد كل 25 ثانية. 1. Distracted drivers، السائقين المشتتين. Many accidents occur when drivers don't pay attention and take their eyes off the road. تحدث العديد من الحوادث عندما لا ينتبه السائقون ويبعدون أعينهم عن الطريق. Many occur when drivers are talking on their cell phones, adjusting the radio or CD player, or reading maps, or even newspapers or other documents. تحدث العديد من الحوادث عندما يتحدث السائقون على هواتفهم المحمولة أو يضبطون الراديو أو مشغل الأقراص المدمجة أو يقرؤون الخرائط أو حتى الصحف أو غيرها من الوثائق. 2. Driver fatigue.
Drowsy and tired drivers are a danger. 2. إرهاق السائقين. السائق الذي يشعر بالنعاس والتعب يشكل خطرا. They may misjudge traffic situation, fall asleep at the wheel, or go off the road. قد يسيئون تقدير المواقف المرورية أو ينامون على عجلة القيادة أو يخرجون عن الطريق. The most common time to encounter tired drivers is between 11 p.m. and 8 a.m. أكثر وقت معتاد لمواجهة السائقين المتعبين هو بين الساعة 11 مساء والثامنة صباح. 3. Speeding. Speeding increases the risk of a crashing, reduces the amount of time necessary to avoid a crash, and makes the crash more severe if it's a course. السرعة. تزيد السرعة الزائدة من مخاطر الاصطدام وتقلل من الوقت اللازم لتجنب الاصطدام وتزيد من خطورة الاصطدام في حال حدوثه. 4. Aggressive driving. Here are some characteristics of aggressive driving. They ignore the safety of others and take risks, such as by tailgating, driving too close to the driver in front, using rude gestures or verbal abuse, and not obeying traffic signs. 4. القيادة العدوانية. فيما يلي بعض خصائص السائقين العدوانيين: يتجاهلون سلامة الآخرين ويتحملون المخاطر. على سبيل المثال، القيادة بالقرب من السائق أمامه، واستخدام الإيماءات الوقحة أو الإساءة اللفظية وعدم الانصياع لإشارة. 5. Bad weather. Heavy rain, snow storms, high winds and fog make driving more difficult. Drivers may have trouble seeing the road clearly. Drivers should slow down and, if necessary, pull off the road until the conditions improve. 5. الطقس السيء. الأمطار الغزيرة والعواصف الثلجية والرياح العاتية والضباب تجعل القيادة أكثر صعوبة. يمكن للسائقين إيجاد صعوبة في رؤية الطريق بوضوح، لذلك يجب عليهم أن يبطئوا من سرعتهم، وإذا لزم الأمر أن يبتعدوا عن الطريق حتى تتحسن الظروف. ننتقل لكويك تشيك A vocabulary list the verbs that refer to errors. ضع قائمة أو اكتب الكلمات التي تشير إلى كلمة الإصابة. الإجابة get a shock, cut yourself. ننتقل لتمرين B answer true or false. أجب بصح أو خطأ. نقرأ الجمل. Number one, the skateboarder didn't hurt himself because he had knee pads. المتزلج لم يؤذي نفسه لأنه كان يرتدي أجهزة وقاية أو حماية حول ركبته. Number two, neither of the people who were working on the electronic device got a shock. لا أحد من الأشخاص الذين كانوا يعملون على إصلاح الآلة تعرض لصدمة كهربائية. Number three, the people in the car were hurt. أصيب ركاب السيارة. Number four, the woman cut herself trying to open a can. جرحت المرأة نفسها وهي تحاول فتح علبة. Number five, most road accidents are caused by the drivers themselves. معظم حوادث الطرق سببها السائقون أنفسهم. الإجابات number one, true. Number two, false. Number three, false. Number four, true. Number five, true. Two, bear work. A, find sentences that are facts about the accidents you read about. Make questions for those facts. In bears, ask and answer the questions. See the example below. يبغانا نستخرج حقائق حول النص اللي قريناه سابقا، بعدين نحول هذه الحقائق الأسئلة ونجاوب عليها. حط لنا هنا مثال نقرأ. How did the young man hurt himself? كيف أذى الشاب نفسه؟ He fell off his skateboard. سقط من فوق لوح تزلجه. الإجابة A. Why was the boy not injured? B. Because he was wearing a helmet and knee pads. لماذا لم يصب الفتى؟ لأنه كان يرتدي خوذة ومعدات وقاية. إجابة ثانية A. Why the driver and his friend wasn't injured? لماذا لم يصب السائق وصديقه؟ B. Because they were wearing seat belts. لأنهم كانوا يرتدون أحزمة الأمان. ننتقل لتمرين B. Share experience about accidents. شارك تجارب حول إصابات وحوادث. كمثال هنا I once slipped on a wet floor and broke my arm.
كنت أمشي على أرض زلقة فتزحلقت وكسرت ذراعي. So did I. وأنا أيضا. طبعا مو لازم تتقيدوا بهذه الإجابات، تقدروا تقولون أي حادث قد صار لكم. نقرأ الإجابات. I was coming down the stairs and then I slipped and fell. كنت أنزل من على الدرج ثم تزحلقت وسقطت. I was walking on wet ground and then I slipped and broke my leg. كنت أمشي على أرض رطبة فتزحلقت وكسرت ساقي. I was cutting the sword and then I cut my finger because I was not careful. كنت أقوم بتقطيع السلطة وقمت بجرح إصبعي لأنني لم أكن حذرة. وبكذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. إذا عجبكم لا تنسوا اللايك، الكومنت والسبسكرايب.